أعتقد الوضع بالنسبة للكافيهات والمولات أصلا إلى حد ما كبير هيبقى مقفولين، مش هيبقوا شغالين. فهم لما يتقفلوا كده محدش أصلا هيقعد في الكافيه والمول وكده. النادي أنا قلت لك رأيي، أنا شايفة إن إحنا نوصل للحل اللي هو المثالي زي اللي أنت بتقول عليه، علشان حتى لما الناس ما تمشيش عليه يبقوا بسيط، يعني مش هيعرضوا الكلام ده قوي، مش هيبقى زيادة. صحيح، أنا معاكي 100%. والخبر اللي جاي قلنا لكم خلاص، خبر إغلاق نادي الزمالك بقرار من مجلس إدارة النادي لمدة أسبوع بسبب القصة بتاعة كورونا. ده اللي كنت بتكلم فيه مع أميرة دلوقتي وبحاول أتناقش معاها عن فكرة إيه هو الطريق الأسلم. في النهاية إحنا كلنا بندور على الطريق الأسلم اللي يضمن لنا بيه صحة كل الناس في مصر بإذن الله، والناس في كل حتة في العالم.